السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه مقتطفات من سيرة علم من أعلام هذه الأمة، وبطل من أبطالها، صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نقتبس من سيرته العطرة الدروس والعبر. هذا الصحابي الجليل شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد بدراً وأحداً والخندق وغيرها من معارك المسلمين الفاصلة. اشتهر رضي الله عنه بالفروسية والشجاعة، يقول عنه المؤرخون إنه يعد بألف فارس، وقد أسلم رضي الله عنه وهو في ريعان شبابه، لم يتجاوز عمره 16 عاما. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: 7 يظلهم الله في ظله، ذكر منهم شاب نشأ في عبادة الله وكان من السابقين إلى الإسلام، أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أول من سل سيفه في الإسلام. هاجر الهجرتين الأولى إلى الحبشة والثانية إلى المدينة. أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الصحابي الآخر عبد الله ابن مسعود، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحواري هو صفيه المختص به. قال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه ركن من أركان الدين، وعند وفاته لم يبق موضع في جسده إلا وبه جرح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى انتهى منه ذلك إلى الفرج، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو على قيد الحياة. إنه فارس الإسلام، الزبير بن العوام ابن خويلد القرشي الأسدي، ويكنى بأبي عبد الله، وله قرابة من النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين: الأولى أمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية هو ابن أخي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة بنت خويلد. وصفه أهل السير بأنه كان رجلاً طويلاً فارع الطول، كان إذا ركب الفرس تخط رجلاه بالأرض من طوله، وكان خفيف اللحية والعارضين، يميل إلى السمرة. وهذا الصحابي الجليل نموذج فريد للتضحية والبذل والنصرة لهذا الدين. فمن مواقف العظيمة رضي الله عنه ما جاء في الصحيحين من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم الخندق: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم؟ قال أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم؟ قال أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير ابن العوام. وفي رواية أخرى في الصحيحين أن الزبير قال: قال لي النبي عليه الصلاة والسلام: فداك أبي وأمي. ومن مواقف العظيمة ما حصل في حصار مصر، عندما استمر حصارها 7 أشهر وطال الحصار عليها ولم تفتح. قال رضي الله عنه:
أهب نفسي لله وللمسلمين، فوضع سلما ورقى به إلى أعلى الحصن وقال لأصحابه: إذا سمعتموني كبرت فكبروا معي. ثم رمى بنفسه من أعلى الحصن إلى داخله، فلم يفجأ الأعداء إلا والزبير قد دخل عليهم وبدأ يضرب بسيف الأعداء حتى وصل إلى باب الحصن ففتحه وكبر المسلمون ودخلوا. ومن مواقف العظيمة كذلك ما جاء في صحيح الإمام البخاري في موقعة أو في معركة اليرموك الشهيرة من حديث هشام بن عروة عن أبي عروة أن أباه الزبير حدثه وقال إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير: ألا تشد أو ألا تحمل على العدو فنحمل معك؟ فقال رضي الله عنه: إن فعلت كذبتم، أي ما تستطيعون. فهجم رضي الله عنه على الأعداء واقتحم صفوفهم حتى وصل إلى مؤخرة الجيش، كان عدد الروم 200,000 مقاتل كما يذكر ذلك المؤرخون. ثم رجع مرة أخرى، فلما رجع أمسكوا بلجام فرسه وضربوه ضربتين على عاتقه، بينهما ضربة سابقة ضربها يوم بدر، فقال عروة ابنه: فكنت ألعب وأنا صبي بتلك الضربات، أصبحت هذه الضربات مثل الحفر في رقبة الزبير رضي الله عنه. وكان معه ابنه عبد الله بن الزبير، وكان عمره آنذاك 10 سنين، فوكل به رجلا لتدريبه وتعليمه على الفروسية. وقال كما في سنن الترمذي لابن عبد الله: يا بني، إنه ما من موضع في جسدي إلا وبه جرح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى ذلك مني إلى الفرج. وقال علي بن زيد: أخبرني من رأى الزبير أن في صدره أمثال العيون من الضربات والطعنات. وكان رضي الله عنه يوم بدر قد لبس عمامة صفراء، فنزلت الملائكة يوم بدر بعمائم صفر على هيئة الزبير، وكانت هذه منقبة عظيمة له رضي الله عنه وأرضاه. ومن مواقف العظيمة ما جاء في الصحيح أن الزبير بن العوام قال: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص، وكان رجلا من المشركين مدججا بالسلاح لا يرى إلا عيناه، قال: فكانت معي العنزة، والعنزة كما قال شراح الحديث أطول من العصا وأقصر من الرمح، وفي آخرها أو في مؤخرتها زج كزج الرمح يتوكأ عليها الشيخ، قال: فضربت في عينيه فمات، قال: فكان أو فوضعت رجلي حتى أسحب هذه العنزة، فكان الجهد أنها تثنت هذه العنزة من قوة الضربة فأخرجها الزبير من جسد هذا الرجل. وطلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، ثم طلبها أبو بكر فكانت عنده حتى مات، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، حتى وصل الأمر إلى عبد الله بن الزبير فأخذها بعد علي رضي الله عنه. ومن مواقف العظيمة ما حصل له في معركة الخندق عندما قابل المغيرة بن عثمان، فضربه الزبير على رأسه، وكان المغيرة بن عثمان قد لبس الخوذة وهي حديد يوضع على الرأس ليقي الفارس من الضربات، فضربه بالسيف على رأسه حتى وصلت الضربة إلى آخر أو وصلت الضربة إلى سرج الفرس، فتعجب الصحابة من قوته رضي الله عنه وقالوا: ما أقوى سيفك أو ما أجود سيفك. فغضب رضي الله عنه لأن العمل لليد وليس للسيف. وفي صحيح الإمام البخاري أنه قال لابنه عبد الله:
في معركة الجمل: يا بني إنه هذا اليوم لا يقتل إلا ظالم أو مظلوم، وما أراني أقتل إلا مظلوما، وإن من أكبر همي ديني الذي علي، فإن استطعت أن تقضيه وإلا فاستعن عليه بمولاي. قال عبد الله ابن الزبير: فما دريت ماذا يقول؟ وقلت: يا أبتاه، من مولاك؟ فقال: مولاي الله. قال: فما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقضي عنه، فيقضي الله جل وعلا عنه. وقد انسحب من المعركة رضي الله عنه، وذهب إلى واد يقال له واد السباع بالقرب من البصرة: ولقد علمت لو أن علمي نافعي أن الحياة من الممات قريب. كان ينشد هذا البيت، فلحقه عمرو بن جرموز فأدركه وهو نائم في وقت القيلولة فقتله، وقيل إنه قتله وهو قائم يصلي. ثم ذهب بسيفه إلى علي رضي الله عنه لينال بذلك المنزلة عند علي رضي الله عنه، فلم يأذن له علي بالدخول عليه، وقال رضي الله عنه: بشر قاتل ابن صفية بالنار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير ابن العوام. ثم نظر علي إلى سيف الزبير وقال: طالما فرج هذا السيف الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وندم عمرو بن جرموز على فعلته الشنعاء، فذكر علي بن المديني عن سفيان أن هذا الرجل عمرو بن جرموز ذهب إلى مصعب ابن الزبير وكان واليا على العراق، وسلم نفسه وقال: أقدني بالزبير. فكتب مصعب بن الزبير إلى أخي عبد الله بن الزبير، وكان واليا على نجد وغيرها من بلاد المسلمين، وقال: إن هذا الرجل جاءنا يريد أن يقتل مكان الزبير أو قودا عن الزبير. فقال عبد الله: ويحك، أقتل عمرو بن جرموز بحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان قتله رضي الله عنه سنة 36 من الهجرة في رجب، كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله، وله 64 سنة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. رضي الله عن الزبير وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وجمعنا به في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.